بفعل الأوامر وترك النواهي، هذه هي العبادة. من الأوامر الصلاة، من الأوامر الصيام، من الأوامر الزكاة، فيأتي الإنسان هذه الأوامر. ومن النواهي تحريم الزنا، ومن النواهي تحريم شرب الخمور، وتحريم عقوق الوالدين، وأذية الجار إلى آخر، فينتهي الإنسان عن هذه النواهي. وكذلك هناك عبادات أخرى، زي شنو؟ عبادات زي الدعاء، زي النذر، زي التوكل، زي الخوف، زي الخشية، زي الخشوع، إلى آخر من هذه العبادات. فتكون هذه العبادة خالصة لله. ربنا قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وده أخوانا الموضوع، ربنا سبحانه وتعالى بيقبل به الأعمال ويضاعف به الحسنات ويتجاوز به عن السيئات، أن يعبد الخلق ربهم تبارك وتعالى ولا يشركوا به شيئا. والشرك كما قال العلماء وكما عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي الذنب أعظم، حديث ابن مسعود في الصحيحين، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ده الشرك. ند معناه مثيل، يقول لك الناس ذيل أنداد يعني مع بعض، هذا هو الند. فربنا سبحانه وتعالى هو الخالق وحده، وهو الرازق وحده، وهو المتفضل المنعم، لا يرضى أن يعبد معه غيره. وده الدين يا أخوان. ربنا سبحانه وتعالى قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ومعنى الشرك العلماء قالوا مأخوذ من الشركة، شركة وهي الجزء والنصيب والخلط والضم. يقول لك في نفرين السنة دي مشاركين، دارين يعملوا زراعة، دايرين يعملوا لهم مشروع، يشاركوا. أي واحد جاب رأس ماله جزء ونصيب وقاموا ضموه مع بعض وخلطوه مع بعض، عملوا رأس مال واحد. وفي نهاية المشروع بيلقوا شنو؟ أي زول بيلقى ربح أو فائدة، نصيب من هذا المشروع. هذا هو الشرك. فالعبادة الواجب على العبد أن يخلصها لله. فإذا عبد الله، زول دعا ربنا سبحانه وتعالى، هذا عبد الله. فإذا عبد مع الله غيره بأن دعا غير الله سبحانه وتعالى، نادى رسول من الرسل أو نبي من الأنبياء أو ملك من الملائكة أو صالح من الصالحين أو واحد من الجن أو الشياطين أو غير ذلك، فقد أشرك في عبادة الله سبحانه وتعالى. لأن العبادة حق خالص لله. والدليل شنو؟ الحديث قال هل تدري ما حق الله على العباد؟ ده حق ربنا سبحانه وتعالى علينا. ربنا لما خلقنا ورزقنا ما سألنا رزق، وما سألنا حاجة من الحوائج، وما ترك لنا أمر من الأمور التي نحتاج إليها إلا وأمدنا بها وأنعم علينا وأسبغ علينا النعم ظاهرة وباطنة. ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى ما أراد منا غير أن نعبده وحده لا شريك له. ولذلك يا أخواننا الحديث ده أساس الإسلام وأساس الدين، أن يعبد العبد ربه تبارك وتعالى ولا يشرك بالله عز وجل أحدا. وده يا أخواننا منتشر للأسف الشديد. زول جاته مصيبة ينادي غير ربنا سبحانه وتعالى، ويلجأ إلى أموات، زول مدفون له 600 سنة ينده من دون الله ويستغيث به ويسأل الحوائج وداير منه الجنة والرزق إلى غير ذلك. وده كله من الشرك، لأنه حاجتك ما بيملك لك إلا الله. ربنا قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وربنا سبحانه وتعالى قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ولذلك يا أخواننا حق الله على العباد، الواجب على العباد أن يفرضوا الله سبحانه وتعالى بهذا الحق، وألا يجعلوا لله سبحانه وتعالى الأنداد، ولا يجعل بينه وبين الله وسائط. يعني في ناس يقول لك يا أخي والله نحن ما عندنا ذنوب، لو أنا وقعت في ذنب وسألت الله طوالي يمكن ربنا ما يستجيب لي. لكن في ناس واصلين، ناس صالحين، فنحن بنتقرب بهم لربنا سبحانه وتعالى، وربنا عز وجل
بسبب هؤلاء الناس ربنا سبحانه وتعالى بيتقبلنا. وده أخواننا كلام المشركين، ده ما كلام زول مسلم. ربنا قال في سورة الزمر، ربنا قال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فربنا سبحانه وتعالى قال لك ما داير واسطة، ده واحد. نمرة اثنين، ربنا سبحانه وتعالى قال من فعل ذلك مش كافر، جاء بصيغة المبالغة كفار. ولذلك أخواننا العبد حوائجه كلها عند الله، أموره كلها عند الله سبحانه وتعالى، فما عليه إلا أن يسأل الله. ربنا سبحانه وتعالى قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون شنو؟ جهنم داخرين. وربنا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ومهما وقع الإنسان في المعاصي والمنكرات، ومهما وقع الإنسان في المحرمات، لكن تاب ورجع وندم واستغفر ربنا بيقبله. روى الإمام البخاري ومسلم من رواية من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، زول قاتل له 99 رقبة. قال فسأل عن أعلم أهل الأرض، داير يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عابد، زول بيعبد الله لكن ما عالم. وده فيه دليل يا أخواننا إنه العالم ما بيعرفوا باستفتاء الناس، بيقول لك يا سلام يا أخي زول ده ما معاه ناس كتار، ده ما دليل على إنه عالم. فمشى له وقال له إني قتلت 99 نفسا هل لي من توبة؟ قال لا توبة لك، ما عندك أي توبة. قال له ده قال وكي تصلوا الشغلانية ما فيها توبة، أن نخش النار دي نجيضين نموت بعمك ده ذاته. فقتل العابد وأكمل به 100، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فأتاه فقال إني قتلت 99 نفسا هل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة. لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. مهما الإنسان يا أخواننا عمل معاصي وعمل ذنوب، تاب ورجع لربنا سبحانه وتعالى ربنا بيغفر لك. كنت بتمشي لفكي ولا الوداعية ولا غيره، ربنا بيغفر لك. وقعت في زنا أو شرب خمر أو غيره من الكبائر، تبت لله الله بيغفر لك. مهما عملت من المعاصي تبت قبل ما تغرغر وتمرق روحك، أو قبل ما تمرق الشمس من مغربها، فإن باب التوبة مفتوح. زي ما ربنا قال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب عليهم وكان الله غفورا رحيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. ولذلك سأل عن أعلم أهل الأرض، قال ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكن أخرج من أرضك أرض السوء إلى أرض كذا وكذا. العلماء قالوا ده فيه فائدة، إنه الإنسان لو مثلا كنت ما بتصلي ودائر تصلي وتحافظ على الصلوات تبعد من البيئة اللي كانت منعاك من الصلاة. في كثير من الشباب دائرين الخير لكن لما يجي الجامع الشلة بتاعته بيسخنوه زي ما بيقولوا الشباب، أو بيشتغلوا يقول لي يا زول خلاص أسلمت وبقيت مسلم وكده وعامل لنا فوق الأيامات دي مولانا، أنت الحاصل عليك شنو؟ يا زول الحاصل عليه إنه خشيت الجامع، كويس؟ قال له ولكن أخرج من أرضك أرض السوء، تلقى بالدارة تلبس الحجاب، إجنا وحدات يحببن أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. في بعض أخواننا من الشباب قالوا لي في بلاوي كثيرة جدا، فهمت؟ بلاوي دائرة تلبس الحجاب وتمام، يقول لها انت مالك؟
وما تتشددي، وده تخلف ورجعية، والكلام ده انت لسه صغيرة عليه، انت صغيرة على النار. ما ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن المنافقين في سورة التوبة، ربنا سبحانه وتعالى قال: وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم شنو أشد حرا لو كانوا يعلمون. فزول يمشي على الطاعة ما بيخلوه كويس، فقال له: ولكن اخرج من أرضك أرض السوء، أمرك منها. فإن قال: فخرج إلى الأرض مهاجر. قال: فجاءه الموت وهو مارق مهاجر، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قالت ملائكة العذاب: إنه قتل 99 نفسا. وقالت ملائكة الرحمة: إنه جاء تائبا إلى الله سبحانه وتعالى. قال: فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى الأرض الطيبة أن تقاربي، وإلى الأرض السيئة أن تباعدي. وجاءهم ملك وقال لهم: قيسوا ما بين الأرضين. فقاسوهما فوجدوه أقرب إلى الأرض الصالحة بشبر، فقبضته ملائكة الرحمة. عشان الإنسان يا أخواننا ما يستعظم، يقول لك: يا زول والله نحن الحفلة اللي فيه ما خلينا، المصيبة اللي فيه ما خلينا. يا أخي احنا يقول لك نحن ما شغلتنا دي صعبة. مهما عظمت الذنوب واستغفر الإنسان وتاب إلى الله فإن الله يقبله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي حديث أنس، رواه الإمام الترمذي وحسنه العلامة الألباني رحمه الله، أن الله سبحانه وتعالى يقول: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا قدر الواطد، خطايا قال العلماء بقرابها إما ملئا أو وزنا أو حجما، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. ده الشرط يا أخوانا، شرطي بسيط إنه الإنسان ما يشرك بالله. العلماء ذاته قالوا: قد يكون يا أخوانا، لماذا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ يعني بتلقى الزنا عنده كفارة، وإذا الإنسان ما قاموا عليه والحد ممكن ربنا يعذبه في الآخرة لكن بيدخل الجنة، وكذلك الخمر وغيرها من المعاصي والكبائر إلا الشرك. قالوا: لأنه ليس هناك شهوة في الشرك. يعني زول قد يكون شاب وقد يكون قوي وفيه شهوة قوية وما تحمل إلى آخر، وما وجد من يهديه إلى الخير، فقد يزني لسبب من الأسباب وبرضه حرام، فيكون هذا الحد كفارة له ومغفرة للذنوب. قد يكون زول محتاج مشى سرق، وإن كان ده ما السبيل، لو صبر ربنا بجيب له الرزق اللي عنده إذا عمل الأسباب، فربنا بيغفر له. لكن الشرك الشهوة الفوق شنو؟ ما هي الشهوة في الشرك؟ يعني زول لما يجي يقول: يا رجال العلفون الأسرع من التلفون، هنا الشهوة شنو؟ يا سابقية يا بقبة اللبنية أكتب لي حجاب من راسي لي كرعية، لغاية ما حصة خشة في الحرام ذاته، الشرك في الغنى الحرام خشة، تلقى النسوان في السيرة يا أبشرة إن شاء الله راجل مرة تموت مشركة وبايرة للأسف الشديد كويس، دعاء لغير الله. وده أعظم ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به، دعاء يقول لك: إنابة إذا كنت في هم فقل يا فلان آتيك بسرعة، وكلام فارق وباطل وشرك ومحبط للأعمال. عشان كده قال: لئن أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ده من حسنات التوحيد ومن البعد من الشرك. عشان كده أخواننا أكثر وأعظم قضية بيّنها الله في كتابه وبيّنها رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة هي قضية التوحيد. ربنا ضرب لها أمثال، ربنا قال: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، قبل الآية دي في سورة الرعد ربنا قال: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال.
قال ابن الجوزي رحمه الله فيما نقل عن علي بن أبي طالب، قال زي زول الواقف في البير ودائر الموية تجيه ومادي يدينه للموية كده، يتخيل لك زول بيعمل في العملية دي وانت بيشوف له، بدل ما ينزل دلو أو شيء مادي يدينه للموية عشان تحصل خشم ويشرب ماديها كده. هل الموية بتصل؟ ما بتصلك، ما بتصلك الموية، ما اتخذت سبب. الزول اللي بينادي غير الله عقله أخير منه ذاك، لأنه البشر ما بيملكوا حاجة. ربنا قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. العلماء قالوا القطمير هو القشرة البيضاء على نواة البلحة، لما تاكل البلحة جنى البلحة ده فوقه قشرة بيضاء، ده اسمه قطمير في القرآن. قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ربنا قال في سورة الحج يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، والكلام ده أخواننا موجود في الإعلام، في الإعلام بتاعنا ده موجود في قناة النيل الأزرق، جايبين شيخ بتاع طريقة كبير في السودان، قال أبو الشيخ ربنا اداه كن فيكون على لسانه، قاعد في التلفون حق ده. المذيع شاف الزول ده إجابة كبيرة، قام قال له طبعا أنت يا شيخ قاصد إنه الشيخ بيسأل الله وهو الله بيده كن فيكون فالله بيديه. قال له لا، أبونا الشيخ ذاته عنده كن فيكون على لسانه. كلام غريب، وده ما حصلوا ناس أبو لهب ولا أبو جهل ولا إبليس ذاته، ما حصلوا مرحلة زي دي. فربنا قال إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ولن كما تعلمون جميعا. أداة نفي دخلت على الفعل المضارع تفيد النفي المستمر ما بيقدر نهاية، ده تحدي. لن يخلقوا ذبابا، وذباب كما قال العلماء مفرد ما جمع، ضبانايا واحدة. قال القرطبي وتحداهم الله بالذباب لكثرته وضعفه ومهانته وحقارته، يعني ربنا ما تحداهم بشنو؟ بناقة، بفيل، بجبل، ببحر، بحوت، ما بحاجة كبيرة، بشنو؟ ضبانة بس. أسي في ناس تلقاهم يجيهم فكي ولا شيخ تلقى البلد كلها بترجف، ناس تلقاهم بيرجفوا، يقول لك يا زول ده القلب الحجر، الخروف حجر، وداك العوج الحنك، وداك واحد يتكلم فوقه ما عارف ليك حصل له شنو، وكلها حكايات وخرافات فارغة ما بيملكوا حاجة. ربنا قال لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. البشر ذيل كلهم لو عملوا اجتماع يخلقوا ضبانة واحدة، ربنا قال ما بيقدروا. وإن شوف كمان القوة والتحدي الأكبر، ربنا قال وإن يسلبهم الذباب شيئا. حكمة الله الضبانة دي ما بتجي تستأذن، تقول لك بالله عليك الله أقسم لي معك عيشة، حصل الضبانة قالت لك كده، شو دي ما حكمة الله؟ أنت قال ربنا خلق مخلوق ساكن، بتجي ترك في أكل الشيخ ذاته، أكله ذاته، وبتسلب، السلب هو القلع، تسلب سلب. ربنا قال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه، ما برجعوا. ضعف الطالب والمطلوب، عشان كده الإنسان يرفع حوائجه لربنا سبحانه وتعالى، وده الدين المفروض الناس يعرفوه. كثير من أهلنا ماتوا بعقائد زي دي، قائد في ناس ميتين رميم، ما يغنوا شيئا ولا يملكوا شيئا، ناس ماتوا بحجباتهم. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإمام أحمد من رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه أن 10 أنفار دارين يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، قال فبايع 9 وأمسك عن 1. قالوا يا رسول الله بايعت 9 وتركت هذا ليه يعني؟ قال إن عليه تميمة، تميمة يعني حجاب. قال فأدخل يده فقطعها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك. ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لا كلام حزب لا جماعة ولا ده بوديك لي قدام، تباري لك حزب ولا جماعة ولا هوس، ده كله ضياع بتاع زمن. وربنا قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. أي جماعة في راسك دي باطلة، مسلمين بس، تكون على الكتاب والسنة على فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
والتفرق ده ضعف الأمة. عشان كده أخواننا وأنا في هذا المقام بين أهل التربية وصية وتذكرة وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لابد يا أخواننا الناس تربي الناس لقدام على الموضوع ده. ربنا وفقك وأداك جامعة مرموقة وتخرجت وبقيت مسؤول عن أجيال، مسؤولية كبيرة في رقبتك، تربيهم على الكلام ده، لا يباري حزب، لا يباري جماعة، لا يباري الطريقة، لا يباري ناس، يباري راجل واحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قال الإمام مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر، وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعداء الدين لما جو لقوا الأمة كده ضربوا حاجتين. الحاجة الأولى العقيدة والتوحيد. يا أخي، هل الذي نصر الصحابة والمؤمنين تعليق الحجبات والاعتقاد في الأموات؟ زول ماشي حارب تلقاه مدرع صبيطة بتاعت حجبات، مدرع ودار يمشي كاتل، هل هذا جهاد في سبيل الله؟ الصحابة كان الواحد فوقهم بيمرق لأنه ماشي للموت وقلبه قوي وعقيدته في الله سبحانه وتعالى. عشان كده خالد بن الوليد رضي الله عنه حاصر بلدة من بلاد الروم اسمها قنسرين، كما ذكر ابن كثير وغيره في البداية والنهاية. قال: فاستعصت عليهم أشهر، كم شهر ما اتفتحت، فكتب إلى قائدها، قال: من أمير الروم، من خالد بن الوليد إلى أمير الروم ببلدة قنسرين، أما بعد فأين تذهبون منا؟ فوالله لو صعدتم إلى السحب لأصعدنا الله إليكم أو لأمطركم علينا. شوف الكلام ده كلام بتاع إيمان وتوحيد تقيل، خوف من ربنا سبحانه وتعالى، ما بلاوزوا من أحد ولا بخافوا من بشر رضي الله عنهم، لأنهم ربوا تربية التوحيد. وكل ما كان التوحيد تمام الأمة بتمشي لقدام وربنا بقوية. عشان كده ربنا قال: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. ليه ربنا قال؟ بما أشركوا بالله. الشرك ده اللي بيلقي في الأمة الرعب والتمزق والتفرق وغلاء الأسعار، زي ما ربنا قال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. قال ابن كثير: الغلاء زيادة الأسعار وجور السلطان وشدة المؤونة وذهاب البركة. زمان يقول لك والله 10 جنيه تقعد بها أسبوع، الحلة تقعدك أسبوعين، الضيف والأولاد كلهم الصينية يأكلوها وتكون لسه قاعدة. أسي يقول لك والله 100 جنيه ما بيسوي أي حاجة. السبب شنو؟ ربنا قال: بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا بعض. شوف ده كمان من رحمة الله ربنا مضوقنا له، ده دي حاجة بسيطة. بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. الشرك بيمحق، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. أهل سبأ كان عندهم الثمار والأنهار والأكل والخيرات، ولما يجوا يسافروا الطريق بتاع السفر كله أشجار والسفر قريب، وبتنزل في الشارع بتلقى المحلات تتزود وترتاح وتمشي في شارعك. ربنا سبحانه وتعالى قال: جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. ربنا قال: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فالسبب الوحيد ربنا سبحانه وتعالى بيفتح به والبركات هو التوحيد وهو الاعتقاد في الله سبحانه وتعالى. وربنا ضرب للناس الأمثال وذكر لهم النعم والأدلة الواضحة على توحيده. ربنا قال: فلينظر الإنسان إلى طعامه. الأكل ده فيه آية من آيات التوحيد: أنا صببنا الماء صبا. الزول بيأكل فطر وما تأمل في هذا الأكل الذي أكله: أنا صببنا الماء صبا، قام كيف؟ ثم شققنا الأرض شقا
فأنبتنا فيها حبة الحبوب من القمح ومن العيش والفيتريت وغيره من الحبوب، فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة. بعد ما الزول ياكل ساكت ما عارف الحاصل شنو، يضرب في الكسرة ويتغدى تمام بالرجلة كويس، وبعد ما شبع ربنا يسر له التحلية وفاكهة، وما أكلوا براو ربنا أكل بهيمته ذاته وفاكهة وأبا. الأب هو طعام البهائم. لما يقوم فوق يقول لك هوي والله إن إحنا ما بواتنا ديل كان البلد دي ضاعت. يا ناس أسي ده ما ظلم؟ ياخذ نعم حقت ربنا سبحانه وتعالى. بل كان المشركون يعلمون ذلك. ربنا قال قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. ربنا قال فسيقولون الله قل أفلا تتذكرون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي إلى الحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. ولذلك يا أخواننا ده أهم موضوع. يا أخي مرة واحد دكتور للأسف الشديد في مولد من الموالد المبتدعة في أم درمان، دكتور بيقري تفسير في كلية الطب جامعة أم درمان الإسلامية، قال في السودان قال نحن بنمشي للأولياء بده الأمطار، قال بنطفع البياض بتنزل المطر، قال تلقى حواشتين سوا بينات تقنت ولا ترس، قال فيهطل المطر ها هنا وتمنع أنت وما بينهما إلا السراب لأنك دفعت بياض. طيب الخواجات ديل بيدفعوا لمنه؟ شيوخهم منه. قال يجيك واحد قال عجبك عجبك ما عجبك افتح بلاغ في الشرطة. قال يجيك واحد يقول لك ما تسأل الله أهابي تسأل الله وبرضه ما بديك مطر. ده دكتور والله لو خشيت اليوتيوب بتلقاه قاعد. ربنا قال أفرأيتم الماء الذي تشربون. شوف آيات الله، شوف ربنا ده قوي كيف. قال أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. ربنا قال ألم يروا أنا نسوق الماء، ما في ولي بيجيب مطر، الموية دي بسوقها الله. ألم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. فدي أدلة واضحة، وده الموضوع يا أخواننا المفروض يترسخ للمجتمع. إحنا ما مشكلتنا في إنه في طاغات أو ما عندنا موارد أو غيره من النظم الكثير الذي ثلغت به آذاننا وصمت به. نحن كلامنا نرجع للدين، زي ما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء يفتح بيت المقدس وكان راكب معاه غلام أسلم أو أحد غلمانه، وكان يعتقب هو وغلامه على حمار، فلما جاءوا إلى بيت المقدس وقد هادن النصارى المسلمين واتفقوا مع أبو عبيدة عامر بن الجراح على أن يأتي أمير المؤمنين ويستلم مفاتيح بيت المقدس. فجاء عمر رضي الله عنه آخر مرحلة كان أن يركب الغلام وأن يمشي أمير المؤمنين. أمير المؤمنين ماشي، بعد شوية اعترضته مخاضة، مخاضة معناها طين وموية. لأن أخواننا الموضوع في القيم، الموضوع في المفاهيم، ما الموضوع في اللبس الكيف والمشي الكيف كويس. تلقى الشباب للأسف الشديد، ونحن الجامعات دي ما قرينا فيها، تلقاه قاعد في المراية من الصباح لأنه قدام راجاء واحدة هناك، والبيت تلقاه عاملة لها 700 لون. الجامعات للأسف الشديد إلا ما رحم ربي بقت معارض بتاعت أزياء بس، مظاهر. ده عمر رضي الله عنه لاقته المخاضة دي، قام شال نعلاته وختاين تحت أباطه وخش في المخاضة، ما قال للغلام انزل وأنا بركب. طبعا نحن قربنا وكده لابد يكون في بروتوكول وكلام زي ده، لا لا لا. قام قطع طوالي ومرك، فلاقاه أبو عبيدة عامر بن الجراح وقال له يا أمير المؤمنين
تفعل هذا في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ يعني ده يعني نحن نوريهم إنه نحن مسغفين أو بهذا المعنى يعني. فقال له عمر رضي الله عنه: لو أن غيرك قالها يا أبا عبيدة، نحن قوم أعزنا الله، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. مهما ابتغينا العزة في غير الدين والتوحيد والعقيدة الصحيحة أذلنا الله. ما الذي يجمع الناس إلا التوحيد والإيمان الصحيح الذي جمع أبا بكر بعمر بعثمان بعلي ببلال بصهيب بسلمان بغيرهم من الصحابة؟ إلا العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص والخوف من الله سبحانه وتعالى. عمر رضي الله عنه كان في الجاهلية ما كان من الشدة على المسلمين، فلما أسلم كان ما كان من الرأفة بالمسلمين. قصص السبب شنو يا أخوانا؟ سبب التوحيد الخوف من ربنا سبحانه وتعالى. وهكذا إذا خاف الناس صلحت لهم جميع حياتهم. عشان كده أكبر أمانة تربى عليها هذه الأجيال وتعلم هذه الأجيال، ومن خانها فقد خان الأمانة، إنه الناس يبينوا لهم التوحيد. تبين للناس موضوعين: الموضوع الأول نحن ربنا خلقنا في الدنيا دي عشان نعبد براه. الموضوع الثاني ألا نتبع إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن يا أخواننا لما يكون المتبوع واحد الأمة بتكون واحدة، لكن ديل عندهم حزب برام ورئيس برام، وديل حزب ورئيس برام، وديل جماعة ورئيس برام، وديل طريقة ورئيس برام، يقول لك أي حاجة بيصدقها. يقول لك الشيخ بطير ها قال خطوة في بحر المالح وخطوة في مكة، وقالوا: يا هذا تركت صلاتك ولم يعلموا أني أصلي بمكة. تي تقول لي يا زول الله قال كده والرسول صلى الله عليه وسلم قال كده، يقول لك هوي أبويا الشيخ قال الموضوع انتهى. يقول لك: وأعلم نبات الأرض كم هو نابت، وأعلم رمل الأرض كم هو رملة، وأعلم علم الله أحصي حروفه، وأعلم موج البحر كم هو موجته. تقول لها زور ربنا قال: ولا يحيطون به علما، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. يقول لك أوعك تتكلم معانا. يقول لك: أنا الجليس على العرش المحيط كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالي. كتاب النور البراق بيقروه في الموالد في الرجبيات. تقول لها ناس الحاضر شنو؟ يقول لك: ما تتكلم، نحن ده القمنا عليه. ولذلك يا أخواننا والله، وده شوف الموضوع ده صعب، شوف الموضوع ده صعب وحار، لكن بيمسكوا فوق الرجال. الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة لما بين لهم التوحيد وإنه اللات والعزة ومنات، ودي كان يا أخواننا أسماء لرجال صالحين. أسي الليلة في السودان يقول لك الزول ده بسوي الكسرة في تريتا حامضة بملاحم ثلاثة يخلي لك زول يقع في الشرك. اللات ده كان بيسوي زبيب بعسل بموية بتاع التلج زمان، قاموا عملوا له صنم، كان زول صالح. لكن الصنم لأنه ما كان عندهم كاميرات حديثة وموبايلات حديثة عشان يصوروا زول ده، كان عندهم بس دي، ده كان عندهم. فربنا سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم في هذا الأمر: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر ولو الأنثى وأنها لا تنفع ولا تضر؟ قالوا له: أنت لو جيت بموضوعك ده داير ملك بنملكك، ولو أردت سؤددا داير تبقى سيد، سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا إلا بك، ولو أردت بالذي جئت به زواجا زوجناك من أجمل نساء قريش عشرة. لو دار بموضوعك ده أنت ما تلف الدور، داير عرس بنعرس لك عشان ما تتعب حلقك ساكت. ولو أردت بالذي جئت به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون من أغنانا. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أفرغت يا أبا الوليد؟ كملت كلامك؟ بيعرضوا عليك يرهبوك ويرغبوك عشان تخلي الموضوع ده. فقرأ عليه من فواتح سورة فصلت: فلما بلغ قول الله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، قال: نشدتك الله والرحم إلا سكت. الأنبياء ما دارين يا أخواننا من الناس حاجة،
ولا الناس الماشين ولا الأنبياء صح. عشان كده مما تلقى الزول ماسك له جامع ولا منبر وبيكلم الناس ويلف من الموضوع ده، ده دار يضيعهم. لأن أخواننا زول إن مات وعنده كبائر قد يعذب وقد يغفر له، زي ما ربنا قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن إذا مات بالشرك بتاعه ما في له أي جنة. ربنا قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فلا بد يا أخواننا الإنسان يكون عنده غيرة. الهدهد لما سليمان عليه السلام تفقد يوم وما لقاه، فتفقد الطير قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد، أطول فمكث غير بعيد وقال جئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكه. قال لي قلت لي مرأة الناس زي الحاكمهم. طبعا ده أخواننا في الشريعة حرام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم شنو امرأة. في الليلة قالوا في البلد دي في ناس قالوا مش تبقى رئيس، تصلي بينا في الجامع، تجي حاجة حليمة تطلع المنبر اتقوا الله والغويشات فوق كشكش وإن الحمد لله. ده شنو يا ناس؟ ده لعب بالدين. تصلي بالرجال، واحدين قالوا تبقى رئيس وتبقى، وهو الكفار عارفين إنها ما بتنفع. الشيوعيين ما حصل جابوا رئيس مرة، المهم ده موضوع تاني كويس، ولا في واحد من الكفار جاب له رئيس مرة. حتى بتاعت بريطانيا اللي اسمها تاتشر ديك قالوا أي الأيام معينة من الشهر ما بدوها، ما بخلوها تجي يعني تقضي أمر من أمور الحروب، لأنه الأيام ديك بتكون زعلانة عندها شوية كده، نفسياتها تعبانة شوية، ممكن تدورها لهم مع أمريكا ذاتها وهم كلهم يهود. ولذلك قال إني وجدت امرأة تملكهم، دي أول حاجة. قال وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، لكن قال شنو؟ قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. يا أخي الطيرة في القرآن قالت الناس زي بيسجدوا لغير الله. الليلة بتلقى زول بيبوسوا له يدين ويسجدوا له ويبوسوا له كرعينه، كلام ده أخواننا فيه ولا ما فيه؟ يا أخي دير خليهم. الفنانين بيقوا ناس يسجدوا لهم، فنان داك يتكيف من الفنان تمام يمشي يسجد له. قبل سنوات 2005 ولا كم في فنان مصري أو ما بعرفه جاي من وين، ده في واحدة من البنات السودانيات تخيل للأسف الشديد فتحت له صدورة قالت معجبة به عشان يوقع لها هنا، شخبت لها بالقلم. وفي وحدات غمرا ده سبب ده أخواننا دي بلوى. عشان كده والله هذه المسؤولية، والله أخواننا مسؤولية كبيرة، والمسؤولية دي بيقوموا بها الرجال. وزي ما قال الشيخ ابن باز رحمه الله فيما ينقل عنه إنه قال من عاش في سبيل الله سيتعب ولكن سيعيش عظيما ويموت عظيما. وقال الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. طب شيل السلاح بتاعك بيضربوك طلقة 5 ثواني بتموت، لكن عشان تصبر للناس ويفكوا فيك إشاعات ويمنعوك ويكذبوك ويضربوك وتصبر على هذا الأذى، هذا عمل أصحاب الهمم العالية. ها الإمام أحمد جاء واحد في فتنة خلق القرآن قال يا أخي التنازل ضربوك وبهدلوك شديد، ما تبقى زي الناس الأجابوا ديل. قال لو إن كان هذا فهمك فقد استرحت. إذا ده برنامجك أنت مرتاح، والله مرتاح. إذا الإنسان ينظر إلى الناس وهمه في بطنه وإنه يتخرج وإنه ما يقدم رسالة وإنه دار يشتغل وإنه دار له شهادة فقط، هذا قد استراح، ارتحت أنت. زيك وزي آلاف الناس اللي تخرجوا وشالوا شهاداتهم ومشوا. أما إذا كان الإنسان عنده رسالة فإن الله سبحانه وتعالى سيعينه، وكما قيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح الجامع قال وتأتي المعونة على قدر المؤنة. أنت داير تعمل لك حاجة كبيرة ربنا بعينك عليها. ولذلك نحن نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين، ونرجو من الشباب أن يكون شبابا واعيا وأن ينظر إلى حاله وحال أمته.
الليلة الكفار ديل بتضاربوا فينا احنا ما فاهمين الحاصل شنو ذاته. أمريكا وروسيا يسطرونا بلاد روبي جاي هنا خلوه بتاع ونحن ما جايبين الخبر. قال داك ديلك همهم في حفلة وفي أولاد مشوا قالوا امبارح الكلام في جامعة من الجامعات خلينا منها بيمشوا البنات يحننوا لهم يدينهم. تخيل وأعدادين الآن قالوا النازل نسوي لهم شنو أعدادين قالوا المسلمين دين نسوي لهم شنو نضربهم ولا ما نضربهم ولا بيحصل شنو فبلاوي. فإذا ما رجعنا إلى ربنا سبحانه وتعالى وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا بل أنتم يومئذ كثير. 2008 المسلمين في أمريكا براهم 8 مليون اليهود 5 مليون قبيط صايب يكتلهم صح لكن الموضوع ما بالكثرة. ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. الموية السيل لما يجي شايل بيشيل له حاجات وزبط حاجات فوق والبحر ذاته بيكون شايل له حاجات فوق وفقاقيع ليس لها قيمة. قال ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. والله تخش جامعات بتقري دين بتقري دين تقول لي اذكر لي اسماء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم او العشر المبشرين او خمسة من الصحابة والله يتلكلك. قل لي اتكلم لي عن الدورة الفادة ما بعرفه تابع لي وين فرنسي ولا امريكي والمصيبة الزمان برشلونة وريال مدريد وهوس يسمي لك الشغلة كلها وداك جاب جون وطار فوق ونطى وضرب الكورة. في واحد قالوا في المناقل نسأل الله يرحمه ويغفر له ويهدي شباب المسلمين ده مات لأنه فريقه غلبه مات بس أو غلب المهم حاجة كده كان راجل حاجة وجاته فرح شديد لما مات بالضغط. يا ناس يا ناس كورة جلد منفوخ هواء تموت عشان جلد منفوخ هواء. فلا بد يا أخواننا يكون هم الناس هم عظيم. قال حب الدنيا وكراهية الموت لن ينزعه الله منكم حتى تراجعوا دينكم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين أجمعين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وناصف على الإطالة.